لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الإمام الكبير الشيخ المكودي المغربي رحمة الله عليه: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد. ولست تراني واقفا عند باب من يقول: فتاه سيدي اليوم راقد. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب قول أبي القاسم السهيلي الأندلسي المغربي دفين مراكش رحمه الله، يقول: رفعت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ورغائبي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مجيري من الخطب المخوف وناصري مغيثي إذا ضاقت علي مذاهبي، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح رزاء وأسمح غفار وأكرم واهب. فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب. إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، وإن كان سؤلي فوقها من الكواكب، كريم يلبي دعوه كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغياهب. يقول له: لبيك عبدي داعيا، وإن كنت خطاء كثير المعايب، فما ضاق عفوي عن جريرة خاطئ، وما أحد يرجو لدي بخائب. سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللغى والرهائب، فحسبي يا ربي في الزعازع ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. رحمه الله ورضي عنه بقول هذا. وأجمل منه قوله هو أيضا في تلك الأبيات المشهورة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أوسع والمال الفضل أجزل والمواهب أوسع.